أسفرت الجهود والمتابعات التي قامت بها وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة عن عودة المواطنين البحرينيين الخمسة الموقوفين في اليمن يوم أمس إلى البلاد. وفي هذا السياق تشيد وزارة الداخلية بالتعاون البناء الذي أبدته السلطات الرسمية بالجمهورية اليمنية، وكان المواطنون الخمسة قد تم التحفظ عليهم باليمن في أغسطس الماضي لأسباب أمنية، حيث باشرت الجهات المختصة منذ ذلك الحين اتصالاتها مع الجهات الرسمية بالجمهورية اليمنية في إطار من التعاون والتنسيق الأمني. هذا ويجرى حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع المواطنين الخمسة واستكمال ما يلزم من إجراءات بما يضمن أمنهم وسلامتهم العامة. حبينا نوصل شكرنا وتحياتنا إلى جلالة الملك وإلى ولي العهد وإلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وإلى وكيل الوزارة الداخلية وكل أفراد ومنتسبي وزارة الداخلية على الجهود الجبارة والحثيثة لترجيع أبنائنا وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. أشكر جميع من ساهم في عودتنا إلى أرض الوطن، من جلالة الملك إلى ولي العهد إلى جميع من ساهم في إرجاعنا إلى الوطن، أشكرهم جميعا ما قصروا. نشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ونشكر وزير الداخلية على الجهود المبذولة منهم، ما قصروا ويانا وجزاهم الله ألف خير والله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله. نقدم شكرنا حق حكومة البحرين، ما قصروا وتحملوا بنا، وحتى في الخارج يوصون علينا، يعني كل ما يقولون شيء يقولون أن البحرين ضغطين علينا حق نوفر لكم هالخدمات، وما قصروا ويانا يعني، ورجعوا لنا بحب وأمان. وخوف هذيك الليلة ما نمنا احنا طول اليوم، صار لنا يمكن يوم أو يومين احنا مو نايمين، قاعدين بس كذي نفكر شلون بيجونا ليش كيفه، ويوم شفناهم بعد الفرحه بعد ما تنوصف يعني. احنا نرد دايخين، بس من شفنا الوفد جاي من الطياره الخاصه خلاص راحت النوم خير شر. اشكر جلاله الملك واشكر ولي العهد واشكر وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه وجميع من قام بهذا العمل الجميل، شكرا لكم جميعا. زين، اول ما وصلنا القرار كانت صدمه وفرحه في نفس الوقت، صدمه وفرحه في نفس الوقت، يعني ما اقدر اوصف لك الشعور. فالحمد لله رب العالمين، ونشكر كل من ساهم في عودتنا الى وطننا العزيز. الحمد لله رب العالمين على كل حال، والحمد لله ما اقدر وش اقول لك بعد زياده، يعني كانت اشياء في ان بس ننتظر وصولنا للبحرين، والحمد لله رب العالمين. البحرين اشتقنا اليها اشتياق ما ينوصف يعني، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله العيال ويانا، الحمد لله ما عليهم اي شيء، وما قصروا، ما قصرت الحكومه وما قصر جلاله الملك ورئيس الوزراء ووزير الداخليه ووكيل وزاره الداخليه، ما قصر جدا واهتم بالموضوع، ومشكورين وما قصرتون، رحم الله والديكم. جزاكم الله الف خير، ما قصرتون، صراحه كنا فرحنا كبيره. والحمد لله رب العالمين، الله طلعنا منها بفضلكم ان شاء الله. اشكر جلاله الملك وكل من ايد في وصولنا الى البحرين، جلاله الملك وولي العهد ووزاره الداخليه، الحمد لله ما شفنا الطياره في اليمن، طيارات البحرين، الامور طيبه كلها. رجعت الروح بيننا.